احنا اليوم في النسخه العاشره من مهرجان الحرف والصناعه التقليديه، مهرجان سنوي يقع في مدينه العين، وهو مهرجان يعني بالحرف والحرفيين والاسر المنتجعه على مستوى دوله الامارات. النسخه العاشره الحمد لله تشهد اقبال كبير بسواء عدد المشاركين. اليوم نحن يمكن نستضيف تقريبا 135 اسره منتجه. عندنا الكثير من الفعاليات والانشطه الاخرى اللي خاصه بالاطفال، خاصه بالجمهور العام، بالفنون التقليديه، بالحرف التقليديه والكثير والكثير. برنامج السوعية هو البرنامج اللي قدمه فريق البرامج التابع لمواقع العين الثقافية التابعة لإدارة الثقافة والسياحة، برنامج في نسخة السابعة. هذا البرنامج يركز على تعليم المهارات اللي مستوحاة من مهارات المرأة الإماراتية وتقديمها في إطار منهجي وتعليمي خلال مهرجان الحرف والصناعات التقليدية واللي تنوع. الفكرة في هذا البرنامج أن السيدة تأتي لموضوع الورشة وتخرج من هذه الورشة بمخرجات تكون فيها تعلمت المهارات المقدمة في هذه الورش اللي نتعاون فيها مع العديد من السيدات. اسم السويعية مأخوذ من نوع من أنواع العباءة التي تستخدمها المرأة الإماراتية في الماضي، وهذه العباءة شاملة بأناقتها وجمالها للعديد من الأشياء، وأردنا أن نرمز للمرأة من خلال السويعية كأحد مظاهر اللباس اللي تستخدمها المرأة الإماراتية، والبرنامج شامل العديد من المواضيع التراثية والمعاصرة. يتضمن مهرجان الحرف والصناعات التقليدية ورش فنية مسائية. هذه الورش تجمع بين التراث والتعليم، ينخرط مئات الطلبة في الفترة المسائية. من ضمن هذه الورش ورش مبخرة، ورشة الهريس التي أدرجت مؤخراً في لائحة اليونسكو للتراث الغير مادي. يتعلم الطلبة في هذه الورشة على كيفية إعداد الهريس الذي يعتبر من أهم الأكلات الإماراتية في الفترات التي يقدم فيها، في الأعياد، في المناسبات.